إن كنت من أصحاب أمراض ضغط الدم أو السكري، فليس من الصحي أن تستمع لمعلومات متعلقة بالفساد في مشاريع الأشغال الحكومية. تريليون ريال هو إجمالي المبالغ المجمدة في المشاريع المتعثرة خلال السنوات الأربعة الماضية، والإحصائيات تشير إلى أن 90% من تعثر المشاريع يعود إلى مضاعفات في فيتامين را، حيث أننا وبلا فخر نشغل المركز 50 عالمياً من حيث الفساد المالي حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية. في كل عام نخسر 100 مليار، كان يمكن للمعنيين ترشيدها لتحسين الحالة المادية للطبقة الفقيرة التي تشغل 22% من إجمالي عدد السكان، وكان بالإمكان استحواذها لإنقاذ موتى السيول وضحاياه وحل هذه الأزمة السنوية المتكررة. نحن الدولة الوحيدة التي تدعي أنها تحكم بنظام الشريعة، وها هي يد الفساد بيننا تكذب هذه الادعاءات كما يكذب الماء الغطاس. فهل ستقطع هذه اليد يوماً؟ وإلى متى يظل حالنا هكذا؟